السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. اليوم يحتفل الفنان القدير حجاج عبد العظيم بابنته الوحيدة وهي دنيا، وبتعمل في مجال العمل الإذاعي حيث تقدم وتعد أكثر من برنامج على عدة إذاعات مختلفة. وعدد أبناء الفنان حجاج عبد العظيم دنيا وخالد، وانتشرت العديد من الإشاعات خلال السنوات الماضية بأن الفنانة ريهام حجاج هي ابنة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، واعتقد الكثير من جمهوره أن هذا الأمر حقيقي. وظهر الفنان حجاج عبد العظيم ونفى هذه الإشاعة وقال إن دنيا وخالد هما أبناؤه فقط. وأكد الفنان حجاج عبد العظيم: من كتر انتشار هذه الشائعة صدقت إن ريهام حجاج ابنتي. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.